بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اليوم رانا 2 ماي 2020، لو 2 ماي 2020، فقس اول بيضه للعش الثاني نتاع التروازيام جينيراسيون باذن الله. لي تروازيام جينيراسيون لي كوبليت الجد ايزابيل مع بنته ايزابيل البيضاء. الحمد لله الحمد لله. اليوم راهي فقست اول بيضة كما رانا نشاهدو. عليك على المباشر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي يبارك ربي يبارك ويزيد ربي يبارك ويزيد. ونورمالمون كاين ثلاثة في كوندي وحدة فارغة. الحمد لله الحمد لك والشكر لك يا رب. هذا من فضل ربي، نعمة من عند ربي. يرزق الله من يشاء بغير حساب.